مرحبا، معكم كارمن شماس. اليوم بدي احكي عن الاحد 18 اب اغسطس. اليوم القمر رح بيكون بعده موجود ببرج الحمل المائي لليوم الثالث على التوالي، وبينتقل الى برج الحمل الناري مساء بتمام الساعة 7:34 بتوقيت بيروت الصيفي، يعني الساعة 4:34 توقيت العالمي بعد الظهر. يلي عم يتابعني من القارة الأمريكية تقريبا معظم النهار رح بيكون القمر موجود ببرج الحمل الناري. فكيف رح بيكون هذا النهار البداية مع برج الحمل؟ بالنسبة لك مولود برج الحمل زهقان، صار لك يومين الأجواء أبدا مش ظابطة، الأجواء بليدة، الأجواء ما عم تمشي، ما في شيء عم بيصير، كل الأمور هادية وراكدة وجامدة وما في تطورات، وقاعد ناطر 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 وما في خبر، لا بيرن السلولار ولا بيوصل الإيميل، وقاعدين ناطرين. بالعكس حتى في احتمال يكون في التباسات وفوضى وتعب. على كل، بس ما يوصل أمر لبرجكم بتمام الساعة 4:34 بعد ظهر التوقيت العالمي، يعني بتوقيت بيروت 7:34 مساء توقيت بيروت الصيف، تتغير الأمور وبترجع الأمور لحالتها الطبيعية، بل حتى إلى طبيعة ممتازة عند موالي برج الحمل. الأكثر حظا هي رح بتكون مساء مواليد شهر أدار مارس. بنتقل لبرج الثور. اليوم مولود برج الثور نصيحة: ما تنطر لا يوصل القمر لبرج الحمل. ليه؟ لأنه الأمور رح تتغير، رح بتصير ضدك، وما بيعود في شيء بيزبط مثل ما أنت بدك. عجل وخلصوا أشغالكم قبل ما يوصل القمر لبرج الحمل. بكرر، بتوقيت بيروت الساعة 7:34 مساء توقيت بيروت. عجلوا، وإلا رح توقعوا بدوامة من التعب، المشاكل، التراجع، وحتى نوع من فوضى كبيرة، ما بيعود في شيء بيمشي مثل ما أنتم بدكم. بالعكس، تأخير بلادي، الناس ما قريتكن، وكل شيء بيتأخر. خلال ساعات النهار الأجواء بتكون منيحة. الأكثر تعبا رح بتكون مواليد نيسان أبريل، تحديدا 26 27 و 28 نيسان أبريل. كمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء الأمور بتصير حلوة، بتسيرك، بترافقك، بتعطيك حقك، بتتقدم، بتزقف لك، توقف لجنبك، بس لما القمر يوصل لبرج الحمل. قبل هيك عندك شغل بدك تعمله وفي نتيجة بدك تقدمها، ما رح توصل لك الأمور على طبق من فضة، لكن أنت قربت توصل لخط النهاية. تبقى الأكثر حظا هي مواليد 4 5 و 6 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. طبعا الجو عندك ممتاز، كل شيء والقمر موجود ببرج الحوت، الجو حلو، الجو لطيف، الجو دافئ، وكأنك فعلا انت وصلت الى مرحلة كتير حلوة، لطيفة، ايجابية، داعمة لإلك، هنالك نوع من تفهم لإلك، استيعاب لإلك، وحتى نوع من مؤامرة معك. لكن هذا الجو ما رح يكمل لما يوصل القمر لبرج الحمل. لحق حالك، معك لسبعة ونص بعد ظهر توقيت بيروت الصيفي. وبتبقى المواليد الأكثر حظا هي مواليد 12 ل 22 تموز يوليو. بنتقل لبرج الأسد. مولود برج الأسد لما بيوصل القمر لبرج الحمل الناري رح تتغير الأمور وتصير 200% معك. فحضر حالك، كل هالتغيير، كل هالتنوع بالحظوظ كله رح بيكون لإلك. حضر حالك. يلي عم يتابعني من القارة الأمريكية أجواءه ممتازة من الصبح، نهاره رائع. تقريبا أعمالكم يمكن أنتوا بإجازة اليوم بالويك أند، لكن اليوم وبكرة رح يكون في نفس الأجواء، فحضروا حالكم، كونوا متفائلين واشتغلوا من كل قلبكم، تصالحوا. وكمان اللي عم يتابعني بأوروبا أو بلبنان بالمنطقة، الجو رح بيكون نوعا ما عم بيقلب لصالحكم بس لما يوصل القمر لبرج الحمل. طولوا بالكم، الأمور حلوة. الأكثر حظا هي مواليد 19 آب أغسطس، ولكن بنفس الوقت كونوا حذرين، مواليد 20 21 و 22 آب أغسطس. كمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء، أنا قلت صار لي يومين عم بقول إنه السبت والجمعة من أسوأ أيام الشهر حتى، وحطتهم بكتابي، واليوم كمان
كل شيء والقمر بعده موجود ببرج الحوت، الاجواء بعدها مش عم تتعاطف معك، بالعكس عم تتعاطف مع غيرك. الضغط موجود، التعب موجود، الانزعاج موجود، ويمكن حتى في ناس عم بتعاكسك او عم بتحاربك. تختفي هالموجه، تختفي هالموجه بس لما القمر بيطلع من برج الحوت وبيصير موجود ببرج الحمل. فتجنبوا المشاكل، هاي نصيحتي لكم، والا معقولة تندموا بعده عن المشاكل، لا سيما مواليد 10 11 12 ايلول سبتمبر. بكمل مع برج الميزان، مولود برج الميزان بالدائرة الفلكية في 12 برج. وبالتالي في عنا مواجهات، في كل ستة عم يواجهوا بعضهم. يلي عم يواجه برج الميزان هو برج الحمل، والقمر رح يوصل لبرج الحمل بتمام الساعة 7:30 مساء توقيت بيروت، 7:30 و4 دقايق. فبس لما اليوم يوصل القمر لبرج الحمل رح بيكون في مواجهة مع برجك مولود برج الميزان، فما تترك مصالحة أو مشكل طالع بالك تفش خلقك أو ملاحظة صعبة سلبية بدك تعطيها، ما تنطر ليوصل القمر لبرج الحمل، لأنه عندئذ تطلع الأمور من دون قصدك، بتطلع تقيلة والناس تفهمها غلط وبيوقع المشكل. من هلأ لوقتها في شغل، دبر أمورك بلطافة، ما لازم تترك ذيول لبعدين. بتبقى المواليد الأكثر تعبا اليوم 8 9 14 و15 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب، مولود برج العقرب الجو بعده عم بيسيرك، بعده ماشي معك، الجو مش بس حتى عم بيلاطفك، الجو عم بيطمن لك بالك، هنالك نوع من عودة إلى الحياة الحلوة، الحياة الطبيعية، الحياة الإيجابية، هنالك تفهم لألك، هنالك دعم لألك، هنالك تحبب لألك وتودد لألك. اليوم مولود برج العقرب نهارك ممتاز، صحيح القمر بينتقل لبرج الحمل، لكن يعني كثير دلعك هالقمر ببرج الحوت من الجمعة والسبت واليوم، فبالتالي اتس اوكي، مفروض تكون مخلص أشغالك كلها. كلكم محظوظين بشكل خاص مواليد 10 ل 20 نوفمبر. بنتقل لبرج القوس، مولود برج القوس ناطر على احر من جمر انه يوصل القمر لبرج الحمل لحتى تنقلب الظروف لصالحكم، ورح تنقلب الظروف لصالحكم 200%، رح بتكون الاجواء ممتازه. بتعرفوا شو ممتازه؟ ممتازه، كل شيء بيتغير، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء رح بيصير ممتاز بس لما يوصل القمر لبرج الحمل، ابتداء من الساعه 7:34 دقيقه بعد مساء توقيت بيروت الصيفي. فما تتعبوا، ما تستسلموا، ما تزعلوا، ما تنأذوا، كملوا وثابروا. وبكرة رح بيكون نهار ممتاز أيضا الأكثر حظا. بالتأكيد رح بتكون مواليد نوفمبر بالإضافة إلى 6 7 8 17 و18 ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي لما يوصل الأمر لبرج الحمل اليوم رح بتحس حالك أنه خي صار وقت ترتاح، لكن لبينما يوصل أمر لبرج الحمل مولود برج الجدي عم يركض، عم بيسعى، عم بيحكي، عم بيجرب، عم بيحاول، وعم بيمد ايده للآخرين. بتقدر مولود برج الحمل، مولود برج الجدي، وبيلبق لك، بيلبق لك أفكارك الحلوة الذكية الموضوعية المهمة يلي بتحلحل الأمور وبتدير الأمور، فعلا بيلبق لك، أجواء ممتازة، لحق حالك، مع أنه كان عندك يومين بس لا بأس، بعد في عندك اليوم أيضا. كلكم محظوظين بشكل خاص مواليد 28 29 و30 ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو أنا بعتقد كل نهار حلو، الصبح، الظهر، المساء، عشية، ما بتفرق، لكن بدك تعرف مولود برج الدلو انه في مصاريف، والمساء في احتمال انه يكون في جدال او مناقشة او اخذ وعطاء في بعض المسائل اللي معقولة تزعجك مساء، او كلمة بتقولها حدا بيفهمها غلط، فكون حذر مولود برج الدلو، وانتبه بسواقتك، انتبه بطريقة تفاهمك مع الآخرين، يمكن كلمة منك تطلع بغير محلها، خاصة إذا كنت من مواليد كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الحوت. اليوم مولود برج الحوت، وجود القمر ببرجك
وانت قالوا بعدين لا برج الحمل منه امر سلبي، بالعكس هنالك تتمه لمشاريعك لافكارك لتحركاتك للامور اللي عم تخطط لها، يمكن حتى لمحاولات بعض الاشخاص انه يتقربوا منك. ليش لا؟ احكي مع الناس، حاور الناس، ناقش الناس، بتقدر تحلحل كثير من الامور وبتقدر تتقدم وبتقدر حتى تغير بامورك. مولود برج الحوت انا بعتبره هذا نهار كثير حلو، ولكن تقريبا كل شيء بيحور وبيدور له علاقه يا اما بمساله صحيه يا اما بمساله مهنيه. بتبقى المواليد الاكثر حظا 4 و 5 اذار مارس، بالاضافه حتى فيني يضيف مواليد 10 ل 19 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم، وما بتفرق اي سنه خلقان بالنسبه لمولود اليوم، هيدي السنه كلها ترتيب لقضايا قديمه وجديده. في تفكير ب تقريبا بنظره هي لدعم الامر الحالي، الامر الحالي الحاضر، وحتى التفكير بالتحضير من اول السنه للسنه التي تلي، يعني ان كان وراء، ان كانوا معاملات، ان كان تقديم على جامعات، تقديم على اعمال جديده، يمكن على وركشوبس جديد، كله تحضيرات لحتى يبني مولود اليوم سنه مهمه وسنه ثانيه تلي. الاشهر الافضل اب اغسطس ديسمبر نيسان ابريل 2020 وثم اب 2020. بتمنى لكم نهار كتير حلو، الى اللقاء مع الابراج باللغه الانجليزيه ايضا. ودعكم، باي باي.